السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حمامات الكريم. بما اننا فاتحين في الشامبوهات والعلاج القشرة والشامبوهات الجميلة، فقلت بالمرة اقول لكم تجرباتي مع حمامات الكريمين المختلفة. هنرتبهم زي ما بنعمل كل مرة، بس ده هيطلع بره الترتيب. ولا دوت حاجة رائعة جدا، بتحطيه على شعرك بتحسي ان هو بقى ناعم جدا، هو لونه لون المانجا، ريحته كويسة جدا، مكتوب عليه بيدي نضارة للشعر ولمعان طبيعي، وهو الحقيقة هو شايفينه، أنا بحذركم منه، أسوأ منتج ممكن تستخدميه. رخيص جدا، هو 27 جنيه، يعني رخيص رخيص رخيص، بس أسوأ حاجة ممكن تدمري بيها شعرك. هتحطيها تحسي إن شعرك ناعم، هتطلعي من الحمام تحسي إن شعرك ناعم جدا. أي تسريحة هتلاقيها يعني استخدميه 5 6 مرات هتلاقي شعرك بيتساقط، ملا قشرة. تاني في مشاكل تانية غير التساقط والقشرة، وقصف ونشف، يعني كتر استخدامه، يعني هو بيعمل لك حاجة كده زي بيخليه مفرود انسيابي، بعد كده بقى بتلاقيه قصف نشف ملا قشرة، بيتساقط بكميات مهولة، يعني بتلاقي الخصلة واقعة جامدة جدا. بحذركم منه نصيحة لوجه الله، ولا أسوأ حاجة للشعر، بلاش نستخدمه. طيب ده بزيت المينك الطبيعي، حمام كريم للشعر بزيت المينك والنخاع. أنا بقرأ لكم المكتوب عليه. حمام كريم للشعر بيعيد للشعر الحيوية بتاعته، المجهد التالف، شعر سفلي لامع. أفضل نتائج يستخدم بعد مينك شامبو، يعني عايزين إن أنا أستخدم الشامبو بتاعه، بس أنا ما بستخدمش الشامبو بتاعه. هو مش بطال، انا على فكره قديمه حلو وجميل ومش بطال. تمام، ايه بقى اكتر حاجه؟ طبعا اللي بيتابعني عارف ان انا بفضل اي حاجه لوريال، واضحه كده. لوريال يا جماعه اسم شركه كبير جدا، تلاقوه تستخدموه على طول، يعني اول ما تلاقي لوريال هتلاقي ان الشركه دي بتحافظ على اسمها، فبالتالي بتديكي حاجة رائعة جدا، منتج تحفة، منتج رائع، أنا بستخدمه بيخلي الشعر رائع جدا جدا. أهوت ده لونه أبيض خالص، رائع جدا. طبعا بعد ما بتغسلي شعرك بتبدأي تحطيه على شعرك وتسيبيه كده في خلال 10 دقايق، وياريت لو فوطة دافية تكوني مدفية بيها شعرك، هتلاقيه تشرب جدا جدا جدا، او حتى من غير فوطه دافيه سيبيه على شعرك لمده 10 دقايق، وهتلاقي نتيجه غير متوقعه. الشعر متغذي وناعم وطري، حتى الشعر المجعد هتلاقيه ان هو متغذي، بقى شكله الناتشرال بتاعه كده كانه طبيعي، متغذي ومجعد كده، بيبقى شكله رائع جدا. لوريال يا جماعه جربوه، استنيه رايكم. طيب ومين اهو، بما ان فتحناه هو لونه بامبا وجميل برضه مش وحش. ده انا مش عايزه افتحه، ده انا جايبه احذركم منه، بحذركم من ولا اسوأ حمام كريم يستخدم للشعر. عايزه تدمري شعرك استخدمي ولا، افتحي بيه اول يومين ثلاث، لا اول 3 4 مرات من استخدامه، بعد كده هتلاقي شعرك عايز علاج سنتين قدام من التقصف اللي هيحصل له والسقوط المتناهي، بيوقع الشعر بشكل بشع وبيجفف وبيخلي القشره تكون فظيعه، تبداي تعالجي القشره وتبداي تعالجي التساقط، يعني تبداي كورس علاج بعد استخدام ولا. هو رخيص بس اسوأ حاجه. افضل حاجه لوريال، بعدها ده ما يستخدمش اصلا. يا رب اكون بفيدكم يا رب بمعلوماتي. لايك لو عجبك الفيديو، مستنياكم في الكومنتات، شير عشان الكل يستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.